يقيم أبناء الخط الصدري المبارك في مدينة السماوة الغراء مهرجان دعم مرشح السكة الصدرية لمهوال مبدع آخر ألا وهو المهوال ميثم الجابري معطرا ومحفوفا بذكر محمد وآل محمد. يا الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعار الله فانها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شيعة الحسين ورحمة الله وبركاته. أنشئتم ابتدأ أنتم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ورجعهم ولعب عدوهم وانصر ولدهم مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا مجيد. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد سيد الإنسانية. ابتداء من الإمام العباس عليه السلام. دنك ذا الشريعة واخذ غرفة يضوك دنك ذا الشريعة واخذ غرفة يضوك وعرض لا عطش زينب بالدمى يلموك دنك ذا الشريعة واخذ غرفة يضوك وعرض لا عطش زينب بالدمى يلموك المحنة ضوها للعباس مو للنوك المحنة ضوها للعباس مو للنوك ها هتربع فوق الماء الكافلها هتربع فوق الماء هتربع فوق الماء الكافلها هتربع فوق الماء الكافل دب وبدخت على الماء تربع فوق الماء الكافل وألا أبطال سرايا السلام الخاين من غزانة وبالوطن طمعان الخاين من غزانة وبالوطن طمعان برز ذيب السرايا للتوفق عطشان الخاين من غزانة وبالوطن طمعان برز ذيب السرايا للتوفق عطشان قطب راح ويدير عليه شاف جوعان قطب راح ويدير عليه شاف جوعان ها انتم رديت عقال الشايب ها انتم رديت عقال الشايب يوم التل ابن الشيشان انتم رديت عقال الشايب يا ابو الشيب البخيتل منها يسطع نور يا ابو الشيب البخيتل منها يسطع نور مثل جدك علي الكرار هم مغدور مثل جدك علي الكرار هم مغدور اثار الدنيا دوم على الاخيار الدور اثار الدنيا دوم على الاخيار الدور ها الدنيا الخانت طالع خيبرها لا مرغوبة ولا تراد الدنيا الخانت طالع خيبر عودك ذو ذراع الطاغي والمنعول لا سيدي القائد
ودك لو ذراع الطاغي والمنعون، وانت على كل عايل سيف لك مسلول. عودك لو ذراع الطاغي والمنعول، وانت على كل عايل سيف لك مسلول. ذيبوا من نوانك للطويلة تنول، ذيبوا من نوانك للطويلة تنولها. ها انت من جيوش المهدي القامه، وها انت من جيوش، وها انت من جيوش المهدي القامه، وها انت من جيوش المهدي القامه. والقرعين العلويات انت من جيوش المهدي القامه. والقرعين العلويات انت من جيوش المهدي القامه. والقرعين العلويات انت من جيوش المهدي القامه. وعودة ثانية للطف، احدى العلويات عليها السلام تخاطب الامام العباس عليه السلام لجلب الماء. بس قالت لعم العطش لا حريج، بس قالت لعم العطش لا حريج. سيفه ولا توانا بساعطر الزيج، سيفه ولا توانا بساعطر الزيج. يا علل ما يفيد وبضيج دوم وبضيج يا بس قالت لعم العطش لا حريج. سيفه ولا توانا بساعطر الزيج. يا علل ما يفيد وبضيج دوم وبضيج. ها هالمادب نص من الجسم على الشط، ها هالمادب، ها هالمادب نص من الجسم على الشط، ها هالمادب نص من الجسم على الشط. باكر لا تبسين عليه المادب نص من الجسم على الشط. بزلم خيطه ودربه وطر طر النيل. قال الامام العباس سلام الله عليه. بزلم خيطه ودربه وطر طر النيل. وياهن يا الحظ القبر سيفه يشيل. بزلم خيطه ودربه وطر طر النيل. وياهن يا الحظ القبر سيفه يشيل. وكل ما نكث جفه بصوب يتلف جيل، كل ما نكث جفه بصوب يتلف جيلها. اصفر من قبه قالع خيبرها، اصفر من قبه، اصفر من قبه قالع خيبرها، اصفر من قبه قالع خيبر. وجه الخايف من عباس اصفر من قبه قالع خيبر. سلامتكم على اهل الطالب.